حل اللي انت تعرفه وسيب اللي انت ما تعرفوش. دي من اشهر الجمل اللي بيقولها المراقبين في قاعات الامتحانات. وغير الجمله دي فانت هتلاقي جمل كتير بتتقال في موسم الامتحانات، وبتبقى جمل ومواقف محفوظه وبتتقال كل سنه، زي جمله انا شكلي هشيل الماده، ودي اللي بيقولها دحيح الدفعه اللي بيبقى مذاكر المنهج كله وحافظه صم، بس بيجي يقول لك انا خايف وما فتحتش كتاب وشكلي هشيل الماده، وبيطلع شايل الماده على كفوف الراحه وبيجيب فيها 99%. وفي كمان صاحبكم اللي بيتفاجئ كل مره ان في اسئله في ظهر الورقه، ويمكن المشكله دي اللي بيسببها المدرس اللي بيفضل يقول بعلو صوته باقي نص ساعه باقي 10 دقائق، فبيخليك تنسى اي حاجه انت فاكرها. نفس المدرس ده اول ما بيدخل اللجنه بيقول للمدرسه خليك انت يا ميس ايمان انا همضي مكانك، بس ده بيبقى اهون من اللي بيسيب الاماكن كلها ويجي يقعد جنبك وكان الاماكن كلها ضاقت بيه وملقيش حته تراوى غير المكان اللي انت قاعد فيه. وفي المراقب اللي بيتقمص دور ضابط المخابرات وبيبقى لابس نظاره سودا وعامل نفسه نايم وبيراقب اللجنه كلها كرسي كرسي، ولو قفشك قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. وفي مدرس الماده او دكتور الماده اللي بيبقى جايب امتحان التاريخ كله من كتاب الجغرافيا ويدخل يقول لكم يا شباب الامتحان سهل وبسيط بس ركزوا، فتركز وتتعب اكتر. وهتلاقي كمان في الامتحان السؤال اللي انت كنت سايبه عشان عامل حسابك ان لا يمكن سؤال زي ده يجي، فتفتح ورقه الاجابه وتلاقيه في وشك وبيقول لك إيه صباح الفل ممكن تلاقي الاجابه، وفي لجنه الامتحان هتلاقي صاحبكم اللي مش فارقه معاه اللي الامتحان بيبقى 3 ساعات فتلاقيه دخل قعد نص ساعه وسلم الورقه وخد بعضه خرج بره اللجنه، والراجل ده دايما بيتحسد على حاجه ما عملهاش لانه مش حالل اصلا وخارج عشان زهق. وهتلاقي كمان جوه اللجنه المراقب العصبي اللي في عز تركيزك واندماجك مع الاسئله عشان تجيب اجابه لايقه على السؤال تلاقيه بعلو صوته بيقول الاستاذ اللي هناك، فيقطع لك حبل افكارك والحاجات اللي كنت ناوي تالفها وتظبطها على السؤال تطير منك. وفي اللجنه كمان هتلاقي صاحبك اللي بيعمل كل الطرق عشان يوصل لاي حل لاي سؤال، لدرجه انه ممكن يسال على منقله في امتحان الدين قول لنا بقى انت كنت مين فيهم وايه المواقف التانيه اللي بتحصل في اللجنه في ايام الامتحانات.